دلدي بخليكم سلامتنا تكبتو حيسام وحيسات ما تقبلتنا من اللي ندت لنا إلا ساعات أكبر قلنا قدم إقلكم توك السلف العباير ساقبار عيد مولود النبوي الشريف يوم بحشمة تعيدة بتعقليم قاش بركة وراتاشة تلكم سارقالات حبرة عدد قدم قديم منادل أمين عام كونفدرالية شاك على إريتريا قديم منادل تكست بايري تمت من أخبار كاريجي يوم كريميا مثل بعداد دوار روسيا للأتراك بكبردي ببقوط مفجرات كم جريت شرحة روسيا وتركيا بكل جهات علاقة قلة الردة كم سلطن حبريا ديب نيجيريا لدل مدلام دكبت باجريتو بقوت طرق ديب أدام ومال مدرد جريت مرحبا بكم أزهي ديب تفاصيل أخبار إقلنا تعدي عيد مولود النبوي الشريف يوم 8 أكتوبر سنة 1010 وكلي بهلت عصر كلي ربع الأول سنة 1444 هجرية بحشمة وكلت عيادام ات مدينة أسمراء إمامات مساجن مشايك وتكمسلهما بزحام مؤمنين من ساعة السمان قد فجر ديب جامع الخلفاء الراشدين ديب قبط عادة مولود النبي محمد صلى الله عليه وسلم معنا الدينية وحشمة العيد لا كسس درس ولا تفنات برامج قدمام أمين عام تمر أوقاف إسلامية مدينة أسمراء السيد محمد سعيد بشير ديب أسمع وكلمات إقل قمالات العيد لا حضروا وإقل كلهم مؤمنين أسناي التلاب حين حقولا بيلو أجنيتنا طبايع سني وسوالف قل لورسو وابو قل لعبو كم سلهما حشمة عباي ناي والدين قل نعلمهم دين لرعرف عنا مسؤولية كم سلطة شرحو مفتر إريتريا شيخ سالم إبراهيم المختار بجهتهم نبي محمد من لا أدرسو ولا تفانو ابو بهجيه وافعل قل لتمولا وجب أفعال سني دي بتفسير حق أولا قدمو اتقابت عدوى كارج لهلو إريتريين قل قواد دفع إريتريا كم سلهما ديب كل الدين الهلو مؤمنين عيد بكيت بيلو الدنقوب الشيخ سالم قل شعبنا سلام ومسكوبة قل عدن هي عبوت وتطور تامنو لبرنامج فراق مدح مدينة أسمراء باق عدم ياهو عفه ناير على التقليم قاش بركة ديب كرم يوم عامت بمشاركة لطفنا توجهات من لشتلا شتل سعم إتايتكم سلباق لدي بلطفنا تدوارات لالتركب مشف النواهيكم سرات داك الشرحة وكيل بعال سلطات إجاي وحيوانات كدن إلى أقليم السيد تغستيك فلماريام قل إيرينا دي بها باي حبري مثل مشتركة جهات حكومة ومجتمع بقبة معاونة يوم عامت بدرجة أقليم زياد 400,000 شتل كم شتل حبرا من لا شتل سلاسة وكل إجن الشتل زياد كل 4,000 إجاي ناي أصلكم سلطم إتوسسة ألف هي جديدكم سلطة لشرحة سيد تقسته ديب إجأي ولا إيزر أديب أرادي وأراد حارسكم سلهما ديب مدارس مأسسات ديانات وأكبر شهاداكم سلشات تلان ده حبرا برامج شتيل فقري سنيت إقل لأمسي إن ده قدما حفظ كافي ومدالي تقل بأطفاء قدام إت مديرية بارنتو ديب عقبي جدي لأشاق وبجهتهم ديب دواراتهم لشات تلشتل إقل تحفظ فزع الشقوكم صله لو عند شرحو عقب إجاي ومراعيتو مسؤولية حدودا ما أنفار لي تايكون دققيت ديب دوارن هلا إجاي قل حفظة وفزعات قل لشاركة حسبو ديب أقليم قاش بركة بعمة 53,000 هكتار قطريكم صلهما زياد 4,400 هكتار قل حرم مزلات قطر أردكم هلا لا حبري بتوساك تفهم عدد قبر أمين عام كونفدرالية شك على إريتريا قديم منادل تكستي باري تمت تفاصيله منصور عثمان قلت قدم مقلناتو عدد قبر أمين عام وطنيات كونفدرالية شك على إريتريا قديم منادل تكستي باري يوم سنبت نيش 8 أكتوبر سر معل ديب أكان مقبرة محير بات أسمرة تمت ديب لعادة قبر وزراء للتركوا ديبهم وقولام سبمز حكومة وجبهت مسؤولين محابر وطن ميرحد ديانات وكايلنا أقاليم مشتركة محابر شكالا كمسلهما ملهيام ندالو وشعب وشورو كام علو
دبل مناسبة بسميت جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة مسؤول شؤون تنظيم السيد يوسف سايغ بسميت وزارة عمل وراعية اجتماعية وزيرة لؤول قبرآب بسميت محبر وطن وطنياية كونفدرالية شك على إريتريا نائب سكرتير السيد قبرآب كيداني بسميت كونفدرالية شك على أتوبيا رئيس لكونفدرالية السيد كاساهم فولو بسميت عائلة شهيد هي ولدتو دلينا تخستي عمبوبا كرو سنة 1967 قوات شعبية تحرير إريتريا لتحابرة منادل تخست بايري أسك سنة 1977 كم نفر فرع ممارحية إريتريين أقل حرية أوروبا من سنة 1987 أسك سنة 1997 نفر ممارحية لجنة فرع محبر إريتريين شك آلات أوروبا سنة 1983 التقبعة قال أي مؤتمر محبر شك على إريتريا كم نفر لجنة مركزية وممقرحية جهة أوروبا من سنة 1988 أسك سنة 1990 بدرجة وطن نفر لجنة تنفيذية محبر وطني شك على إريتريا عند قبعة تحرى وكدماء منادل تخست بايري أسكم على حرية إريتريا سنة 1991 إدارة شعب كمسؤول منطقة قبلة أوروبا عند قبعة بمتسبة الكدماء سنة 1944 لقب أربعي مؤتمر محبر وطني شك على إريتريا مؤسس مؤتمر كونفدرالية وطني شك على إريتريا عند قبعة لتحرى منادل تخست بايري أقل وطن بمتسبة الكدم لتنحم حير بايتو 64 سنة من عمره دي بندال اقل حرية حشموت استقلال وبنية وطن لحالفة الشهيد منادل امين عام وطن يايت كونفدرالية شك على اريتريا تخست بايري بعل فرع وابسلس ولاتو امين عام وطن يايت كونفدرالية شك على اريتريا قديم منادل تخست بايري بحمام يوم 5 اكتوبر سنة كل 1010 وكل دي بسسة وسع سنة عمره استشهد اسبداليه تاقعدت من وقت وقت بدال اقلا على التور ومقدره ادم لا تهيبو جنس خدمات وبقاعات كم سلسله اللي هي قلمت نفعت من كسار كم سل ادحنا يوم ميديكال دايركتر نايل اسبداليه دكتور ولد يوهانس حبرام لا اسبداليه دي براس لا اقل السكان لا مديريات لا تهيبو خدمات من مديريات فورت ساوا كركبت منصوره ومقوله لما حماي ما سبت تكبت عدد بزحنا ما تنفعت كم سل بلا شرح دكتور ولدو اللي دي بوق من داتاه لا وسقوا عصر دكاترة وسلس حكايم ناي ايناب دي با لتهيب قدمات في قريت عباي ودكم سره لو افهما بسبب حدينا قرف اسك اللي دي بقدمات لي وعلى آلات حكم النامة كم سره لا لحبرا لا محقز حل راكبة من قبي دي بلا اسبداليات لا لتهيب قدمات زياد كم سره لتوسع دا منكم تشرحا دكتور والد دي بدنقوبا مضمت أورفا زاعت مجتمع دي مضنفعوت مؤسسات عافية لرئيو لهالات حاياس قدمات حكمنا تغيير بجنس إقل الأمسي قبل هالجهد ما في قريت سنية تتركب منكم هليت اند شرحة بنية تحتيات بعامة تجب قرفية فنتوي حسر إقل تهيبو أطفاء قدام اسبداليات أقردات قرف كشف لأود حمايم حمايم لرقدة ديبو أو لإراديت لبراتوري شاعات حكمنا أيناب وعنتات فيزيوترابي كمسلهما كدمات ولادة وبعد كدمات تهيب حبري من وزارة عافية يوم دي مراكز فحوص أقليم مقب ببال لقب أنا لبراتوري مرمراتات كل أوت مواطن وروت من حز وروت هي من كرن فيروس كورونا كمسلسان حديبو مقود هلا اللي كنا دي بنتو كورونا فيروس ان دي ركبيو دي بأقليم مقم رعاية حكم الناد قبقلو لازان حاوروت مواطن ان دي حياسك مسكو بتسار حام بأساس اللي عام عدد له فيروس كورونا لحام مواطنين اسك الله 10,177 بازح الله 10,608 ان دي حيو لازار حو متوصلس لا توفو وسسيه لسا مرعاية حكم الناد قبقلو لهليتهم وزارة عافية 8 اكتوبر سنة كل 1010 وكل ايه أنفار محبر تاكس أقليم مقب سبات وطنيات بانك الدم إقل رزاقوت وأروحة مواطنين إقل أنقفوت دي بيوم 7 أكتوبر بلا نسأوا مبادرة 27 الدم برعو
لانفار التلا هبوري لا تبرع ودوم التلا لاينا لا بدول دولو امرادوم ودولات انحو برامج ما تبرعوت كم سلطن ده شرحو يبطع بلا قبل دم لقيت قبل اروحات اقل ادحنوت لا ودوم تبرع راح الدمير كم سل هي بوم شرحو من وطني اي محبر سب مراد ما تبرع دم شاب بركه هبتين بجاتو انفار محبر التاكسي اقلي مكب برانو زمو برنامج مراد نوس ما تبرع دم حق ولا حمته فائده ما تبرع دم مفهومه ثبتا كل مواطن اقل للتابعه ادفع قدا كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا اخبار قبت عاد التلات ممام لنا هذه هي يبقى أكبر خارج أغنق بلقم طول يوم 8 أكتوبر قل منطقة كريميا مثل بعداد دوارات روسيا على الأتراك بكبري بقوة متفجر كمثل جريد ديبو عيماتات أكبر حبرها إبلا انفجار وهتلا سببينات سلس نفر ميتو ديبه لو ديبا كبري شبه دمار كمثل جريد شرحا بقطوط قبل على وراتات كم سلطعت علامات حبرة لا بقوات باكسس تحقيق قبل من محلة بيوكرين لا جراء قلق بقى كم سلقدر لا دوارات لا دول الجهات وقموم الهيبه لو بدول موداك صحي سنة لتكلم لحل حرب يوكرين ناي أدام وممتلكات كسار ناي دي بتعب ماتس كم سلهليت تقارير لفهم روسيا وترك علاقة قل الترد داكم سلطان شرحيام روسيا وترك علاقة بكل جهات قل الترد داكم سلطو دي بالحبرة لا دول إلا شرحها رئيس فلاديمير بوتين ورئيس طيب إردوغان مال 7 أكتوبر دي بلا لا ودو هدق بتليفون تو كل إيتوم لا ميرحد دي بتاوروت اقتصاد ديبلوماسية أمن هو بعد أهمية حبر لبوم قادياتكم سلحد قو شرحها دي بله دق روسيا وتركيا دي مجال طاقات لا سان حقلن مسدادا يقل عدق أبوت بحسر زايد قلش كايا كم سلطو وكم سلفا حمايا مأمور هلا انبال الرئيس بوتين وإردوغان بقادية يوكرين وسوريا ما كم سلحد قو شرحا حرب يوكرين بهدق لا سكب امراه عفواً حرب يوكرين بهدق أجلسكب مراد كمسل بولا شرحات تركي دول موداك زحاي دي بيوكرين ودياهو لهلايا غزاف سدايت عسكريات كمسل تتقاوم اتحبر زان حتى ناي دنقو بقبر نيجيريا مال 7 أكتوبر دي برحيب كفال نيجيريا لازل مدلام دقبت ولا أجريت تابقو ترق دي بقدام ومال درر أجريت إبابو قوت طبيعات حد عصر نفر كمسل موتا ولا شرحة تقارير دي بنية تحتية دمار كبدت كمسل جريت ما أفهما وليات كوجي زياد بعداد دوارات إذا قابت ديبا كمسل هليت دي بلتحبر قبلت نيجيريا مسل دوارات بعدل الأتراك بقات مواصلات ما كمسل دمرا ووراتات عطول كمسل هلا لتحبر إنبال اللي بسبب لا طرق دي بمجال حرس كسار كبدت جاريت كمسل هليت ما تأمرا ديب نيجيريا من وارح جون أسك اللي وارح جونا لازل مدزلام لا أتليت تأبقو الترق بعام زياد سلس متنفر كمسل موتو وبلاين دولار لا لتواقم مالات دمار اقتصاد كمسل جريت ديبو وديب بنية تحتيات ما دمار كمسل جريت للشراح كقدم حيسام وحيسات متقبلتنا اقل اليوم دولو إلى على أخبار اندين أتمو مارس أخبار قلت قمقلكم مولود النبوي الشريف يوم بحشمة تعيدا اتاقليم قاش باركا وراتا سر شتل سنكم سن شاتلا حبرا عدد قبر قديم منادل تخست بايري تمت يوم ديب كريميا وبعد دور روسيا للحاب الركوب ركم سل دمرت شرحا روسيا وترك علاقة نقل الترداء كم سل تنفا حمايا ديب نيجيريا بجريت بقوة طبيعة ديب أدام ومال درر جرا كقدم حي سات متقبلتنا لقليوم سيد دولي على أخبار التلات ممام لينا مسلة اللي برامجاتنا مسيد بكيتت التمنق لكم